السؤال الثاني سيد، صار لي 4 سنوات 5 سنوات تقريبا، وهم 6 سنوات أنا منقطعة ويا أهلي. يعني أمي ماتت ما شفتها، أبويا مات ما شفته، الصوت مو مني، زوجي ما يخليني. يعني هسه حتى ما عندهم بالنجف، وين ما عندهم، يعني هم حرام علي، مال الوالدين بر الوالدين، أنا أصلي لهم أسبح لهم، يعني شو أسوي سيد؟ ما خلاني، لا رحت لهم، من رادوا يموتون طلبوني، رادوا يشوفوني، ما خلاني أروح حتى أشوفهم، شوفوا ما شفتهم، حتى بالفاتحة مالتهم اليوم واحد شفت، اليوم واحد ورجعت، لا عندهم لهم هسه وين مدفوني، ولا شايفة، وحرمني من أخوتي وخواتي، بنفسي أقعد وياهم، بنفسي أشوف خواتي وأخوتي، صار لي بال5 سنوات ما شايفة كل أحد، بس بالفاتحة شفتهم ورجعت. سيد تعبت، تعبت سيد، صار لي 24 سنة أنا وياهم، 24 سنة حرمني من الدنيا كلها، للطبعين، للطبين، بنفسي أطب يما قصص من العباس أشكيلة، بنفسي. 25 سنة 24 سنة ما شايفة أبو فرم العباس. نعم. يعني شو أسوي سيد؟ تعبت والله تعبت. أريد طلبي منك. نعم. سيد وأنت تصلي دعيلي، وأنت تصلي دعيلي سيد، بعد ما عندي صبر. نعم. يعني جيت انتحر بس خفت على ولدي وبناتي، والناس ما ترحم، الناس ما ترحم. الصور والله عتبت الباب ما وصلت. أصدق إذا قلت عتبة الباب ما وصلتها، صار لي من فاتحة أبوي اللي هزة سنتين ما وصلت عتبة الباب. نعم إن شاء الله سمعوني الجواب إن سمحت السيد، الله يحفظك. أريدك تحكي سيد عمودي يسمعك، بلكي يسمعك هو يقعد على إن شاء الله راح يعلم سمحت السيد على هذا الموضوع. سؤالها الثاني سمحت السيد أنه يعني تشكو من سوء تعامل زوجها اللي ما يخلي الواقع الشيء اللي ذكره، هي يعني شيء ذكره عرفت شيء جدا يعني جدا مزعج. يعني الزوج هذا ماذا يجيب، ماذا يجيب الله يوم القيامة؟ يعني شي جاوب الله؟ الله لما يقول له أنت شنو ماخذ زوجة لو ماخذ أسيرة، وشنو هالسجن هذا؟ يعني لا تزورين أهليش، تزورين أعمامش، تزورين أخوتيش أخواتيش، هذا ترضى لنفسك أنت كزوج؟ ترضى لنفسك أنه واحد يقول لك أنت مالك حق تروح أشوف أهلك وأمك، أمك مريضة يقول خلي بيجي أشوفه، يقول لا مالك حق تقعد هنا أنا. إلا يعني أنت تقبلها لنفسك، تقبلها لنفسك، لو تعتبر اللي يمنعك ظالم، وتعتبر اللي يمنعك إنسان قاسي وإنسان فاسق، واقع الشكل. يعني لو أنت كان ساجنك النظام أو صدام ساجنك ويقول لك يا أبي، يوصل خبر أن والدك جاي يحتضر، يقول لك لا ما تطلع من السجن، فأنت هناك إيش راح يصير بحالك؟ تقول هذا النظام، هذا الظالم، إيش قد ظالم ما يخليني أشوف أهلي، مع العلم أنه لا أنت، لا أنت جلاد، ولا أنت سلطان جائر، ولا زوجتك متهمة، ولا زوجتك مجرمة، ولا بيتك سجن، بس أنت مسوي سجن وجاعل من نفسك جلاد، وزوجتك جعلها شنو أسيرة، وهذا ستحاسب يوم القيامة حساب، حساب عسير. أنا أقول كلمة عسير، أكو روايات في هذا المجال، أكو روايات في هذا المجال. أخي ما يصير، يعني ما يصير، هذا عندها أهل، عندها كذا، حب لأخيك ما تحب لنفسك. شو تحب لنفسك؟ حب للآخرين، مو أنه تحب لنفسك والآخرين شنو تقول عتبة الباب ما شايفته، زيارة الأئمة ما رايحة، شنو صاير؟ يعني أنت تروح للزيارات، هي ما تروح، أنت تطلع شوف أصدقائك ما تشوف، هل هذا إنصاف؟ هل هذا عدل؟ والقرآن بأعلى صوته يقول وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، هذه عشرة بالمعروف، لو عشرة بالمنكر هذه. اتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أزواجكم وزوجاتكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في أنفسكم. نعم أحسنتم سمحت السيد.